مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في هذا العدد الجديد من حصتكم موهبة في رمضان. ضيفنا اليوم لاعب اتحاد البليدة أمين عيسى الباي. مرحبا بك أمين. السلام عليكم، مرحبا بكم الأخت نسرين، وصحة رمضانكم وصحة رمضان كل الجالية الجزائرية والمسلمة. يعيشك، صحة رمضانك إيجالمون. كيفاش أمين؟ صافا واش راك؟ صافا الحمد لله، أنتم كيفاش راكم؟ كيفاش مع رمضان؟ الحمد لله، ونتمنوا كامل المشاهدين قناة البلاد يكونوا ملاح مع رمضان. إن شاء الله إن شاء الله. أمين نبداو، يعيشك أمين، نبداو من البداية، من الديبيو تاع لو باركور ديالك. كيفاش كانت بداية المشوار ديالك وفي أي سن؟ السلام عليكم. المشوار تاعي كان ككل اللاعبين في الحومة، كنت نلعب في الحومة، فما بنت الموهبة تاعي في السن تاع 8 سنوات. هذاك السن شافوني كاين لي جون اللي يعرفوا فوتبول، شافوني قالوا لي بلي عندك موهبة وتقدر لي تنجح بها ودير بها كارير. دخلوني لعبت في واحد ليكول تاع دي جي اس في بليدة، باسكو لي سان بليدة ما كانش عندها ايكول هذاك الوقت. بديت فما بدات المسيره تاعي الكرويه في الدي جي اس تاع بليدة. وشنو هي الحاجه اللي حفزاتك باش بديت اللعب الساحره المستديره؟ وشنو هي الحاجه اللي علتها موتيفي باش بديت لعب كره القدم؟ انا كره القدم هذه هي نزلت بها، غير نزلت كانت شغل، هذه هي الموهبه اللي عطاها لي ربي سبحانه، نعرف نلعب بالون. وزيد كنت نشوف ثاني ولاد حومة كبار كانوا كاينين، ثاني ولاد حومتي كبار يلعبوا بالون، كانوا فيهم يلعبوا في الياسان بهذاك الوقت في لي كاتيجوري جينيور، كنت مولع بهم، كنت نحب نكون كيما هما، والحمد لله يا ربي دخلت نلعب فوتبول كيما هما. يعني سيتي بالك ان شومان تو تراسي، كانت باينه من الناس اللي كنت ديتهم كوم اكزومبل كنت رايح تولي لاعب كره قدم. ايه ديت خذيت هكا، خذيت في ناس كبار عليا شفتهم يلعبون، ثاني قلت ندير كيما هما بوركوا با نولي نلعب انا ثاني كيما هما. ودخلوني هما اللي كانوا يلعبوا هذاك الوقت في لي جينيور، هما اللي دخلوني في لي كاتيجوري. يعني لونتوراج ديالك عاونك بزاف باش عاوني بزاف، ولات حومتي عاونوني بزاف، هما اللي عاونوني، هما اللي شافوا الموهبه تاعي في الحومه، هما اللي عاونوني وزادوا فوساوني باش لعبت. وكيفاش حتى التحقت بالنادي الاتحاد البليدالي اللي راك فيه دوك؟ بدينا لعبت، بديت في الدي جي اس هذه لعبت 3 سنين، ابخي جاتنا واحد تورنوا لعبناها شغل كاع الولايات، لعبناها في بجايه تورنوا تاع دانون، جات لحقتنا لعبنا مع 48 ولايه، والحمد لله الولايه تاع بليده هي اللي فازت بالدوره هذه. لعبنا كونتر وهران، ولايه وهران في بجايه، ادينا يسمى كاس الجزائر، ورحنا مثلنا الجزائر في فرنسا في مدينه ليون. جوستو احكي لي بلوز اون ديتاي على هاد لا كومبيتيسيون. كي دينا لا كوب دالجيري هذه اسمح، حنا كنا لي ميور في الجزائر، 48 ولايه حنا خرجنا الاولين. كي دينا لا كوب لعبنا تورنوا بدات في بجايه، 48 ولايه شاركوا فيها، بليده، جزائر، وهران، بجايه، سطيف، قسنطينه، رحنا لعبنا. وحنا وين يعني كان معنا كامل لي جون تالون، اسمح لي قطعتك، كامل لي جون تالون كانوا في هذاك الوقت، هذوك الوقت كامل شاركوا في بجايه. التورنوا هذه دارها اللاعب زين الدين زيدان، هو اللي يشرف عليها، التورنوا تاع دانون معروفه يديروها كل سنه. ادينا الحمد لله وين كان معنا الحظ وفزنا باللقب هذا، ادينا التورنوا هذيك في بجايه، لعبنا كونتا وهران لا فينال، فزنا عليهم بضربه جزاء. ومديكا رحنا مثلنا احنا بليده، مثلنا الجزائر في مدينه ليون بفرنسا، التورنوا هذه كان يشرف عليها زيدان، ولعبنا فما مع عده بلدان، مع البرازيل، مع الصين، مع بزاف، كلاسينا 19 بين 40 بي. يعني تماك ستا دوني بالك لوكازيون دو رونكونتري ان جوور لي يعتبر كوم موديل بوكو دو جون، هو زين الدين زيدان. كيفاش كانت هاد لا رونكونت؟ قول لي نتايا لو بتي غارسون كو تي على ليبوك، واش حس كي شاف لا ستار زين الدين زيدان؟ ما الشعور هذاك ما نقدرش نوصفه لك، لو كان انت كنتي في بلاصتي تحسي ماشي وحدينايا، شغل البلدان كامل لي جون كامل تاع 40 البلاد اللي كانت مشاركه كامل حسوا الشعور اللي حسيتو انا، باسكو شعور ماشي نورمال. شغل تشوف زيدان قدامك، وحنا كنا نشوفو فيه غير في التلفزيون، وما كانش كامل اللي كان داير في بالو راح يتلاقى بزيدان، كيجي نهار وتشوف زيدان قدامك ويهضر معاك، ما كانش اللي كان شغل شاك بلي راح يجي النهار هذا. مي صح جا هذاك النهار، كاين اللي يقول انا راني نحلم، كل واحد شو يقول، انا واحد من الناس قلت بالك راني نوم. مي صح كاين من نوم، وزيدان شافنا كي لعبنا كونتر البرازيل، درنا مباراة شابة خلصت 0-0، نشفى لها درنا كرون ماتش هذاك الماتش، هو شاف الماتش هذا كان حاضر وصفق علينا، الله يعطيكم الصحة،
دونك سيتي ان غاف بالك سي سيفينير شباب جامي ننساها انا هذا سيفينير شباب بزاف انا مع زين الدين زيدان في الغاف في لي نواج نعاودو نحطو شويه لا رياليتي ونولو الاتحاد البليده ولا بلوتو الكلوب اللي رحت ليه انا جو كوا سافوار كو تراكيتي بالاتحاد البليده عفوا باش تروح لان اوتر كلوب احكي لنا على هاد لافونتور خلي المشاهدين يديكوفر هاد الكلوب وشنو هو وحكي لنا على هاد لافونتور ما ديك كي شاركنا في فرنسا جينا عاودنا ولينا الجزائر ما ديك انا خلاص سيبو خلاص لي السنه تاعي تاع اصناف الصغرى خلاص لحقني الوقت باش نطلع بريمير اني مينيم 14 كان في عمري خلاص 14 خلاص كنت لاعب في فرنسا ومنا شافوني شو كاين شافوني ديجا في التلفزيون ماركيت وقال 4 بيوت هذاك في الدوره هذيك ما ديك خلاص وكان الابواب محلولين ليا باش نلتحق اتحاد البليده كي جيت لهنا للجزائر بداو لي تيست تاع مينيم في اتحاد البليده هنايا رحت كاين الناس كامل انا وصحابي اللي راحوا معايا للدوره تاع فرنسا كانوا يعرفونا هنا في بليده سي بون كانوا يعرفونا صافي ما درناش لي تيست خلنا سنين ديريكتومون في اتحاد البليده فما بدات المسيره تاعنا كلاعب في اتحاد البليده بعد اتحاد البليده جوستومون نعاود نولي لا كيسيون ديالي خاطر درت وما جاوبنيش على لا كيسيون ديالي النادي غادرت اتحاد البليده باش تلتحق بنادي اخر اللي هو نادي عاصمي نخليك انت تقول وشنو هذا النادي واحكي لنا شويه على لافونتور ديالك فيه لعبت في اتحاد البليده من المينيم حتى للجينيور جينيور بريمياراني لعبت طروا فينال كوب دالجيري ما كانش الحظ معانا خسرتهم كامل خسرت وحده في الكادي مع اتحاد العاصمه وخسرت ماليزيكسيون تاع لي فينال خسرت وحده مع اتحاد العاصمه كادي في زيرالدا وخسرت زوج وحده مع جمعيه وهران خسرناها في عين دفله وواحده في مع جمعيه وهران خسرناها في ملعب تاع الدار البيضاء صافي طروا فينال خسرتهم شغل قعدت لي حرقه في قلبي ما شغل هذا هو لو موفي سوفينير شغل خسرتهم عام مرخو ابخي جاوني عروض كنت كابيتان هنا في لي جينيور تاع بليده كانت عندنا طريب غروند ايكيب كان شدنا الشيخ حدوس العلي جاني عرض اتحاد العاصمه ما قدرتش نرفض العرض هذا تاع اتحاد العاصمه اتصلوا بيا لحقت به رحت في صنف جينيور اي 20 رحت انا ولاو يلعب معايا دوكا يوسف هواري نحيو بهذه المناسبه رحنا كيف انا ويا اتحاد العاصمه اتحاد بليده غادرنا اتحاد العاصمه الحمد لله يا ربي تجربة كانت ناجحة 100% بور مو انا شو ديكوفير بالك انت كنت ما نشط غير في اتحاد البليدة يعني اكتشفت اجواء نادي اخر وفاميليا واحدة اخرى وعرفت رجال واحدة اخرى عجبتني هذه الكلمة فاميليا واحدة اخرى فامي شاك كلوب سي فامي ايه شاك كلوب هذا هو الفوتبول يعرفك بالرجال يعرفك صافي بليزير مازلنا دوكا اون كونتاكت معاهم نتلاقاهم نقصر معاهم كيما البارح كيما اليوم عائلة هذيك هي ايه لحقت لحنا لي جينيور كي صابونا شويه ملاح طلعونا اسبوار صافي ما لعبناش ايفان لعبنا ديريكت ايفانتي مع لي جوار دي غران جوار لي راهم نجحوا الله يبارك ربي يكمل لهم كيما مزيان كيما بورديم كيما الطيب كيما عبد اللاوي بزاف بدينا لعبنا معاهم والتجربه اللي كانت دينا لقب الجزائر ايفانتي شامبيونات دينا مع اتحاد العاصمه تجربه شابه تعلمت منها بزاف امين مدام انت وصفت هذا النوادي تاع كره القدم بالعائله نعاود نولي لعائله اتحاد البليده اللي حققت معاهم هذا العام طلعه الى حاضره الكبار احكي لنا جوستمون على هذا لامونتي اتحاد العاصمه خلاص العام عاودت وليت النادي تاعي عاودت وليت الفريق تاعي اتحاد البليده اللي ترعرعت فيه وتربيت فيه عاود جاني للدار وليت للدار وليت لدارنا صافي ما كانش جوار ما يحبش يولي لدارهم ولا يرفض العرض هذا يا عاود تولي باسكو اتحاد بليده هو فتح لي البيبان باش بديت نلعب عاود تولي اتحاد بليده الحمد لله يا ربي بريمياراني سينيور تاعنا حققنا الصعود انا نعاود نردك بالك كلام موفي سوفنير بصح انا جون فيت كومونسي بار لو ديبي باش المشاهدين ديالنا يتبعوا كامل لي زيتاب تاع هاد لا مونتي لو بروميير ماتش كونتر بسكرا جو كوا سافوار بريمي ماتش تاعي خساره بدا بالخساره خساره حنا بريمي ماتش تاعنا خرجنا لستيك دو درنا طري بون سكيك دا خسرنا 1-0 مي درنا غرون ماتش وخسرنا هذاك هو التعثر تاعنا في الرابطه الثانيه المحترفه وبريمي ماتش تاعي في الليغ 2 باسكو لعبت في الناسيونال لعبت كلك ماتش بصح المهم ما اثرش عليكم في كو ميم ابخي تخطيتوا هذه الخساره وحققتوا الصعود و اون فو سويت بون شونس جوستمون لا سيزون بروشين
هي ما الحمد لله يا رب كنا سنا لي دار لا ديفيرونس باسكو سنا ما يخفالكش باللي حنا اتحاد بوليده ما كناش كاع فافوري ولا مرشحين لنا باش نديروا الصعود هذايا. قال لك ايكيب جان هذو ان شاء الله ما هنا في بليده قال لك المونك ديكسبيريونس قال لك يلعبوا على السقوط 100% هذو يلعبوا على السقوط ما ديروش فينا ثقه. الحمد لله كاين الناس اللي امنوا بنا امنوا بالقدرات تاعنا منهم ستاف تاعنا والمدرب حاج منصور هو اللي ما ننساهش باسكو هو اللي مد لي لا شونس هو عطاني لا كونفيونس هو اللي هو المدرب كمال زان هذو الزوج عاونوني جوستمون هاد لا كيسيون كنت جايه ليها راك جاوبتني عليها افونس المدرب اللي اثر فيك كاين هما اللي اثروا فيا في صنف الاكابر كاين محمد باشا هو اللي لعبني في الناسيونال اون يعطيه الصحه وعاونني بزاف كان كيما الاب تاعي وبعديك كي ليكيب سقطت ولينا في الناسيونال اون جابوا المدرب جديد حاج منصور هو اللي دار فيا لا كونفيونس هو اللي عطاني الثقه هو اللي لعبني هو كان معاوني بزاف يعني سي انترينور كي تا ماركي ومدلك الكوراج بو رياليزي دي شوز هو اللي عاونني هو اللي ما ننساهش في المسيره تاعي هو وكمال زان عاونوني بزاف. امين عاودوا نولوا جوستومون لا مونتي تاع بليده وشنو هما الاهداف ديالك للموسم المقبل؟ اون ايماجين كو ان جون جوور دو 21 ans طلع هكذا لا ليغ 1 اون ايماجين كو تا دي ريف بلان لا تيت وشنو هما الاهداف ديالك؟ لا هي الحمد لله يا ربي رانا كتبنا التاريخ تاع اتحاد بوليده في 2017 يقول لك شكون طلعوها ليجان تاعها ما يخفالكش حنا عندنا 13 واحد وليد ليكيب الحمد لله يا ربي العام الاول تاعي اون سينيور شغل كان على كان في الخير على الفريق طلعنا الفريق في عام الاول من السقوط غير هبط عاود طلع في عام الاول الحمد لله يا ربي سي تان بليزير لينا هذا يا ويبقى لنا في التاريخ والعام الجاي ان شاء الله انسان يدير بريباراسيون شابه ونشوفوا الاداره يزيدوا يجيبوا لنا لي جوار اللي يزيدوا يعاونوا بهم الفريق كاين لازم يعاودوا على الخطوط الثلاثه يزيدوا يجيبوا لي جوار و بوركوا با علاش لا عملنا على تروازون ولا نلعبوا التيتر ما حنا اتحاد بوليده من 1932 ما تحصل على حتى تيت وعلاش لا كيما حنا طلعنا ليكيب نجيبوا لها تيتر الاول ان شاء الله هذا هو انا يا لوبجيكتيف تاعي ولاني متمنيها بزاف نجيبوا تيتر الاتحاد بوليده ان شاء الله ان شاء الله انتو السويت و لي زوبجيكتيف ديالك انت بيرسونيلمون اون طون كو جوور لو كان نديروا اتحاد بوليده دو كوتي مالغري كو ما تقدرش ديروا دو كوتي سي طون كلوب اكطوال وعلى بالي بليك الاهداف ديالك راهي متعلقه به من طون طون جوور لو كان نقول لك امين كيفاش تشوف روحو بالك دون 5 ans وين تشوف روحك اي نادي كال شامبيونا انا لوبجيكتيف تاعي ملي كنت صغير نحلم بالاحتراف نحب نلعب برا على البلاد وانسان لازم يكون طموح في الدنيا هذه لازم يكون طماع انسان اللي ماشي طماع وما عندوش لي زوبجيكتيف انا بور موا شغل الانسان هذا ما تسنى منه والو انا انسان شغل طموح عندي لي زوبجيكتيف تاعي ان شاء الله نخدم علاش لا نروح نحترف نلعب فرنسا والوبجيكتيف الاول هو المنتخب الوطني باسكو اللي ما كاش اللي ما يحبش يلعب في ليكيب ناسيونال يتمناوه كامل اللاعبين الجزائريين في 48 ولايه كاع يتمناو يلعبوا في المنتخب الوطني. امين مادام حكيت لي انت على الطموح وشنو هو الجوار اللي بالك حقق دي شوز كبار وحقق دي ريوسيت في لا كارير ديالو وانت راك تعتبره قدوه لك؟ انا جوار بريفيري ملي كنت صغير نحب زيدان زيدان اللي حكينا عليه زيدان باسكو كامل يقولوا لي شغل عندك ستيل دو جو تاعو لايبر شغل تلعب ديس كيما هو هكا يا زيدان يبقى لاعب كبير احنا شغل غير اكزومبل بارك زين دي زيدان نحبه بزاف هذاك هو شغل ملي كنت صغير نحبه سي غران جوار وصافي بليزير كي نحب جوار كيما زيدان نقولوا لي جوار برك اكطوال جوار بالك اللي تحبوا على الصعيد المحلي ومع على الصعيد العالمي هنا في الصعيد اللي راهو يلعب اون سمومون لو يلعب دوكا ولا يلعب بكري لا راهو يلعب دوك اللي كان يلعب بكري قلت لي زين الدين زيدان هذيك القدوه تاع 90% تاع اللاعبين بصح دوك سيلوي كي كانسبير دوكا في الوقت هذا نحب ميسي برشلونه لو نحب ميسي مدريد انا لا نحب برشلونه دوك لي برشلوني الجزائريين كامل اللي يتبعوا برشلونه كامل اللي يحبوك ويتبعوا امين داي انا شغل ما عندي حاجه ماشي ديك اللي زعما سيبورتر شوفان زعما يخسر نزعف ولا شغل نبقى زعما برا نداوس مع الناس البارسا منا انا شغل نحب ستيل دو جو تاعهم نحب نشوف انا نحب نشوف ما نحب نشوف الفوتبول نحب نشوف بالون انا ستيل دو جو هذاك نحبه بزاف لارج جو فوت ما نحبش هذاك الجو ديريكت كيما طويل في السما نحب لي بتيت باس كيما يلعبوا برشلونه سي بور سا وليت نحبهم وليت نشوفهم مي ماشي شوفان ولا زعما نحبهم
نحبس لي جو تاعهم. امين tu as l'air passionné par ton métier. على بالي تحب خدمتك بزاف وتحب الساحرة المسديرة بزاف كيما كامل الجزائريين. بصح لو كان امين ما كانش لاعب كرة القدم وشنو هو المثل اللي كنت راح ديرو؟ لو كان ماكش لاعب كرة قدم على بالي اسمح لي نقطعك، تا في ديزيت يونيفرسيتير نورمالمون بديت واش كنت تقرا واش كنت راح دير لو كان موليش عارف؟ لو كان زعما ما لعبت كرة قدم نكمل نقرا كيما انا كيما الناس كامل، نقرا قرايتي نكمل نتخرج ان شاء الله. انا داير حقوق داير دروا في الجامعة، نكمل نقرا كيما انا كي الناس ان شاء الله، نجيب لا ليسونس تاعي نفرح بها الوالدة تاعي. هذا ما كان نقولوا نعيطوا لك ماتخ امين الباي ابوكا ولا جوج هذه هي نقرا امين. حنا مادام رانا في بليده اون فون بروفيتي نبوجيو شويه ونورو بليده للمشاهدين الكرام ديالنا ونروحوا لبلاصه واحد اخرى، وانتم بقاو معنا وتابعونا. في الجزء الثاني من الحصه باش نحكوا بلوز اون ديتاي على حياتك الشخصيه وحياتك سورتو في هذا الشهر الفاضل اللي هو شهر رمضان. تحتو دابور قول لي اكزاكتومون وين رانا هنايا، عجبتني انا البلاصه حبيت المشاهدين يكتشفوها. البلاصه هذه هي جاردان جاي في وسط مدينه البوليده. جي هنا كنت نجي نريفيزي فيه لي زيتي تاعي، كنت ندير ليكور الباك تاعي، كنت نجي مع لي زامي تاعي هنا كنا نريفيزيو الباك. بلاصة شابة، بلاصة كتوي فيها كفاش شجار كاين الباطل ما بلاصة امبورطونت بور تو جوستومون في تا في دو جون هوم. تريحي فيها، نريح فيها انا، بلاصة هذي نريح فيها بزاف. ندوزو ديريكتومون امين لحياتك في رمضان، قول لي كيفاش تجوز اليوميات ديالك في هذا الشهر؟ كنت نجوز يوميتي في هذا الشهر في الليل باينة، في الليل نصلي العشاء ما دي كان نخرج راني مع صحابي. في النهار انا بور مو بوندون لا جورني في النهار ما نوضش بكري نعي. في النهار نوض مع الزوج ثلاثة، نلحق حتى ثلاثة ونص باسكو ما نقدرلوش يغلبني. نوض نصلي الظهر بعديكا نزيد نريح شوية في الدار باسكو تكون سخانة راكي عارفة سورتو في بليدة. في بليدة سخانة بزاف في رمضان سخانة صافي. حتى قولي نوض على ثلاثة ومعاد نصلي بعد راني قاعد في الدار نريح شوية الخمسة نخرج. وكيفاش مع لي زونترينمون؟ يا با دونترينمون في رمضان؟ كيما لا سيزون اللي جازت رمضان جوزناه سون اونترينمون صافي، جبتها غير الدار قاد صلات نروح نشري للدار هكذايا حاجه نشهاها شربات كيما بليده معروفه بالشربات. مرحبا بكم نروحوا عندنا نذوقوكم. هذا ميساج لتيلي سبيكتاتور مرحبا بكم نروحوا نذوقوا عندنا شربات صافي نخرج حاجه نشهاها نشري الفاكهه نشري ليطار نشري شربات هكذا حاجه تخفاف هكا وندخل للدار. جوستومون تشاها بزاف رمضان ولا والو؟ نتشاها بزاف نتشاها ومن بعد ما ناكل والو. امين ساتي اريفي ديجا تدرب بوندون رمضان؟ وي صرات لي كي كنا ديجا. كيفاش كانت جوستومون؟ كيفاش صعيبة بزاف صعيبة سخانة ما يخفالكش باللي في رمضان تكون بريباراسيون صافي نكونو نترينيو سون بالون غير الجري نكونو نجري صعيب بزاف. مديكا تعطش مديكا في الفطور ما تاكل والو تشرب بالماء ما دا خلاص. تسمى لي فور هذاك بالك ياثر فيك بزاف ياثر بزاف لي فور هذاك صافي مد متريكي بيريش بيان باسكو تشرب غير الماء ما تقدرش تاكل. جوستومون جوزو لهذا السوجي تاع الفطور، وشنو هي الاكله المفضله تاع امين عيسى البعي واللي يحب ياكلها بزاف في رمضان؟ اكله نحب الحريره تاع يما عندها حريره بزاف شابه. نحب ثاني البوراك تاع ماني ثاني دير بوراك شباب بزاف ربي يحفظها ان شاء الله وبصحتك البوراك اليوم في الليل ان شاء الله. وجوست ابخي الفطور كيفاش امين يقضي السهره ديالو؟ واش تحب دير في السهره؟ جوست ابخي الفطور نشوف المسلسل هذاك اللي يديروه نتبع مسلسلات نتبعهم تاع الجزائر هكذا نشوفهم 10 على 10 شفتو كملتو سلسله اسمها فكايه تاع الضحك نشوفها. بعد نوض نصلي العشاء مور العشاء التراويح بالك نصلي زوج ثلاثة صح على حسب ما نكون اون فورم. جوستومون مادام حكيت لي نتايا على البروغرام تاع رمضان اللي تبعو وشنو هو انت حكيت لي على 10 ولا 10 بصح لو كان تقدر تخير في توت سي زاني البروغرام اللي ماركاك لو بلوس اللي مازالك شافي عليه وماذا بيك بالك تعاود تشوفه وشنو هو؟ الناس من الحسيتي. ما معنى؟ الناس من الحسيتي شفتو بزاف وكنت نشوفه وتبعته وعجبني بزاف باسكو جابوا فيه بزاف ممثلين تاع الجزائر اللي معروفين
عجبني بزاف مازال لي في فراسي. نجوزوا للكوتي تاع الدين، خاطر في الشهر الفضيل هذايا لازم تتقرب بالك من الله اونكور بلوس كيف سير الايام. كومون سا سباس، احكي لي على حياتك الدينيه في هالشهر. الشهر هذايا شهر كريم، هذايا الانسان دائما يتمنى يعيش رمضان هذايا كما كانوا ناس بكري قبل رمضان بعام يقول اللهم بلغنا رمضان. صافي الناس كامل يستنوا رمضان، وهذا شهر رمضان سيت اوكازيون للناس باش يتقربوا لربي سبحانه ويتوبوا ويعاودوا حياتهم من جديد. ولازم لازم تبروفيتي الماكسيموم فيه، عندك 30 يوم بروفيتي فيها الماكسيموم. عندك الحق. مادام بنا نهضروا على رمضان نقعدوا توجور فيه، وشنو هي الحاجه اللي تجيك انت حلوه كامل في رمضان اللي بالك تتوحشها بزاف جوستومون كي يخلصوا هذوك لي 30 جور؟ توحش التراويح، الصوت تاع الجامع كيما احنا عندنا جامع الكوثر غني عن التعريف، جامع كبير وعندنا بزاف مسجد هنا في بليده. تتوحش هذاك الصوت تاع المسجد، توحش بزاف، توحش السهرات، توحش بزاف في رمضان. شغل يولي كلش حلو، كلش شباب كي يروح رمضان. لا بروف، شوفي غير برومي جور تاع العيد مع العشيه هذيك ما كاش انسان ما هذاك الوقت بدا لا نوستالجي تاع رمضان، ما كاش كيفاش انسان يكون فما ماشي كاره. وشنو هو رمضان اللي بالك ما تنساش حياتك كامل، ولا بالك صرات لك حاجه فيه، ولا ذكرى برك هكذا صرات لك بون رمضان وما تنساهاش؟ الذكرى اللي صرات لي في رمضان هو رمضان تاع العام اللي فات اللي جبت فيه الباك تاعي، ذكرى شابه بزاف. صافي جاني الخبر على 12 وانا جامي نفت هذاك الوقت. صافي هذاك النهار نوضوني الدار وقالوا لي باللي راك جبت الباك تاعك. هذيك هي الذكرى الشابه اللي في رمضان ما ننساهاش. جوستومون هادي سانو في ان بون كو، ما انا جبت الباك في رمضان وجاب الريزلتا فوالا في رمضان. تفطر ما تنساش جوست نهار شباب بزاف، كملت رمضان كامل الاولاس. أمين دوك نجوزوا الفقرة هذه ولا هذه، والفقرة اللي يجوزوا عليها كامل اللاعبين في الحصة ديالنا. نمد لك دو بروبوزيسيون وانت خير، في رمضان قهيوة ولا أتاي؟ أتاي. فون كوم أونكور، زلابية ولا قلب اللوز؟ قلب اللوز. ماشي زلابية؟ نحب قلب اللوز. أنا جونغري بالليت. أنا زلابية نحب قلب اللوز. السهرة في الدار مع العائلة ولا في الحومة مع الحباب والصحاب وبالك لي كويكيبتي؟ على بالنا لي كويكيبتي ديالك ولا حومتك لابلو؟ في الحومة. السهرة في الحومة ما كاش كيما هي. ماشي ماشي في الدار، في الحومة. أمين يسحر ولا ما يسحرش؟ لازم أنا كون ما نسحرش ما نصومش. صافي ما كاش كامل كيفاش نراطي زعما السحور ولا امبوسيبل نراطي. واش كنت صغير بديت نصوم ياما تاع كان في عمري 9 سنين 8 سنين، ياما ما كانش نوضني زعما نسحر صباح نفطر. يخا فطرت أنا بزاف كنت صغير. صافي بروفيتيت مليح أنا بديت نصوم. وجوستومون احكي لنا وشنو هي الحاجه اللي تحب تاكلها في السحور؟ صافي في السحور ناكل كيما زعما نفطر، ناكل بوراك، ناكل الحلو، نخلط شغل ناكل بعينيه بزاف، شغل نقول لازم ناكل بزاف باش نشد ليسونس، شغل ناكل بزاف باش نشد الصباح، شغل نخمم شغل كيما طفل صغير لازم ناكل بزاف باش نقدر نصوم. احكي لنا على هذا المومون، بالك سامومون فاميليال تسحر مع داركم ولا وحدك ولا كل خطره وكيفاش؟ لا على كل خطره وكيفاش، انا سحر في الدار، الايامات كامل نسحرهم في الدار، ما نسحرش في الحومه. ندخل غير نسمع الاذان الاول، ندخل ناكل بيان. يعطيك الصحه امين لي غورمون. امين اعطيني برك كلمه اخيره للمشاهدين الكرام في هذا في المشاهدين الكرام تاع قناه البلاد في هذا الشهر. واش نقول لهم؟ نقول لهم صحه رمضانكم، كل عام انتم بخير بالمزيد من الاجر والمغفره. زيد امشي ميساج بالك بوغ امونغ دو تا فامي، بالك الكلمه الاخيره الكاميرا البلاد. الكاميرا البلاد نتمنى لهم غير النجاح والتوفيق ان شاء الله. يعيشك والنجاح ليك، حنا نتمنوا لك. يعطيكم الصحه وراكم تقوموا في عمل جبار وخدمه كبيره ان شاء الله، راهم يشوفوا فيها 48 ولايه ان شاء الله للقدام ان شاء الله. ان شاء الله اون تو سويت اوسي اون تو سويت اون غروس سيزون لاني بروشين وان شاء الله لي ريوسيت ان شاء الله مع اتحاد البليده. وانتم مشاهدينا كملوا تبعونا في الحلقات المقبله تاع حصتكم موهبه في رمضان، نجيب لكم لاعبين اخرين. وصحة فطوركم مرة أخرى، صحة رمضانكم، صحة قهوتكم، إلى العدد المقبل، سلام.